بسم الله، السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في اسئله كتير جات لي على موضوع السفر من المكان اللي انا عايش فيه لمكان افضل، وانا مش فاتح شركه سفريات ولا عندي شركه طيران، بس هي الفكره كلها ان ممكن التجارب الواحد مر بيها والمقالب اللي الواحد اكتشفها لو قلتها حد ممكن يستفاد منها، ويعني ان شاء الله يتجنبها، ربنا يبعد عننا المشاكل. وممكن يكون عندك دكتور في الجامعة، تمام، وبيديك معلومات بسيطة او انت مش قادر يشرح او مش قادر توصل المعلومة، فبسبب منه مثلا 10%، وفي المعيد عندك بيقول اللي يقدر عليه وبتستفاد انت مثلا منه 20%. وممكن يكون واحد صاحبك ومعك في قلب الدفعة ولسه بيتعلم المعلومة، وبس انت بتتريح له او بتقدر تاخد راحتك معاه، او يعني بيجي لك البيت يشرح لك، فبتسبب منه مثلا 40%. فيعني اسال الله ان اللي انا اقوله يجنب الناس المشاكل اللي تعرضنا لها اول ما سافرنا واكتشفنا مقالب كتير. تمام، طيب، فاول سؤال بيقول، انا سؤالي سهل خالص، كحديث التخرج ايه اسرع طريقه للسفر بدون واسطه، علما بان حصل على شهاده احتراف في الريفت من اوتوديسك وبدرسه ومش لاقي فرصه. طيب خلينا نقول بس ان الواسطة نوعين، في واسطة ان انت تستغل علاقاتك استغلال سيء وتاخد وظيفة مش حقك، تمام، زي مثلا وظيفة حكومية او كذا. في واسطة كويسة واللي بيسموها العلاقات الشخصية، دي ما فيهاش اي مشكلة خالص ان انا اعرف مثلا ناس، او انا مثلا اديك كورس الناس، فالناس دي عارفة ان انا كويس مثلا في الانجليزي مثلا او في الكمبيوتر، فقالوا لي تعالى اشتغل معنا في الشركة، وقدموا لي في الشركة، وقالوا الراجل ده احنا واثقين فيه، بدل ما نجيب واحد يكون السي في بتاعه مضروب، او واحد السي في بتاعه كويس بس اسلوبه مش محترم او سيء، لا الراجل ده يجي على ضمانتنا، فدي كويس. فحاول تستغل العلاقات بتاعتك، لو تعرف اي حد شغال برا البلد اللي احنا اتولدنا فيها تبعت له السي في. تمام، فالفكرة كلها ان انت تبعت لكل الشركات، تخش على النت وتعمل سيرش على افضل اكبر شركات مثلا موجودة في قطر، في الامارات، في الكويت، في برا الوطن العربي كله. يعني ليه احنا بنفكر في المنطقة الضيقة دي؟ كانت فترة على مصر كل تفكيرهم ان هم ليبيا. لا، ما في ليه مستبعد انت تسافر كندا او استراليا او فنلندا او النرويج او تشيك او روسيا؟ انا عارف واحد صاحبي مركز على ماليزيا، وواحد تاني مركز على سنغافورة، وان شاء الله ربنا يكرمهم ويروح. وانا اعرف اصحاب كتير في النرويج، في فنلندا، في امريكا، في استراليا، في اليابان، في كده. ففكر بره وابعت واعمل سيرش، وفي مواقع كتيره جدا متخصصه في الموضوع دوت، لينكد ان، الحاجات دي. وفي بعض المواقع بتبقى مضروبه، ان شاء الله هنشوف بعض الطرق ازاي اعرف ان الشركات دي مضروبه او مش مضروبه في فيديو ثاني ان شاء الله. ازاي اسافر اصلا؟ ازاي تسافر اصلا؟ بان انت بتتحاول تتواصل مع الشركات اللي بره، لما تقعد تبعت لهم السي في، لما تشوف اصحابك اللي بره، لما ممكن تعمل حاجه، ممكن تعمل صداقه مع الناس اللي يعني انت مركز على شركه معينه مثلا في موجوده في امريكا مثلا، تعمل سيرش في الفيسبوك واللينكد ان وتبدا تتعرف على الناس ديت وتبدا تبعت لهم السي في، تبدا بالذات لينكد ان لانه بتاع شغل اصلا، تتابع كل الوظائف اللي موجوده وتتواصل معاها لحد ما تيجي. ممكن تبعت سي في ويرد عليك مثلا بعد فتره. انا مره مثلا في شركه بعت لها سي في وبعتت لي مثلا بعد سنه ونص. تمام، فالفكره كلها انا كنت يعني تقريبا اشتغلت فتره في الشركه كل حاجه، بس كنت انا مهتم بموضوع السيفيهات، فكنت كل شويه باخد ورق واقول لاخوانا عايزين الشخص ده يجي معانا، فيقول لي طب املى الاستماره اللي انت عملت له انترفيو وقيمه وقدمها. وبعد كده بياخد وقت ان هو يعد على اداره تقريبا الورقه بعد ما انا بعملها بتتمدي 30 امضى، فبتاخد وقت، فما تستعجلش. تمام، يعني ما تفتكرش ان انت تبعت الشركه اول ما يجي لها السي في هتعين، لا، ممكن تقول لك احنا مش محتاجين دلوقتي بس هنحتفظ بيها ونتواصل بيها. فانت خليك ما تيأسي وقعد ابعت 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 ابعت. السفر ليه
ضريبه وهي الغربه والبعد عن الاهل والحاجات دي كلها، فما تسافرش على مبلغ قليل، لازم يكون يساوي بعد ما تطرح المصاريف والحاجات دي كلها ونتكلم عنها. لان انا مثلا لما سافرت فوجئت مثلا ان السكن مثلا اقل سكن اللي هي لوحدي اوضه وصاله في حدود مثلا 2000 ريال، الا لو هتعمل مشاركه مع الناس 5 6 في اوضه وبتاع ممكن توصل لمبلغ قليل. بس انا من نوع النظام في النوم متعب شويه، غريب شويه، اللي هو النظام بتاع النهارده فينشي ان انا بنام ساعتين واصحى واذاكر شويه وبعد كده انام ساعتين، فهيقرف الناس لكل شويه بظبط انبه. ويعني عشان اقعد اذاكر محتاج ان انا قاعد في مكان لوحدي. ولو انت عائلي ممكن تخشك مثلا في 5000 ريال، ولو انت مثلا فندق مثلا، لان اول ما جيت ما كنتش عارف المكان فقعدت في فندق 4000 ريال مثلا. ده الحاجات اللي انا بتكلم فيها، الحاجات دي اللي هي الحاجات العاديه، مش رايح سوبر ستار ولا حاجه، ده هو فندق عادي اوضه وحمام ما فيهوش اي حاجه خالص. فانت مثلا مسافر ومش عامل حسابك على كده، فاكر انا متفق مثلا على 5000 ريال، هصرف 1000 وال 4000 دول حولهم للمصري هيبقى مبلغ. لا، لازم تبقى عارف انت هتصرف قد ايه وتتكلم على بعد كده، تمام؟ ولما هتصرف هناك بالقطر، ما تقولش ان انا هصرف بالمصري يبقى هقدر اوفر قد كده. لا، الموضوع لازم يتحسب كويس، بدل ما تروح وتلاقي نفسك شغال 24 ساعه وما بتحوش حاجه، تمام؟ يعني مش المهم المبلغ اللي هتقبضه، المهم المبلغ اللي هتقدر تحوشه عشان تمن الغربه وعشان لما ترجع تعمل مشروع او حاجه زي كده. طيب، هل يمكن للشركات التركيه العمل في قطر؟ طبعا اي شركه ممكن تيجي تشتغل في قطر، وبالذات الشركات التركيه موجوده ومن زمان، يعني مش من الايام ديت. على فكره التاريخ بتاع الفيديو 11 سبتمبر 2017، يعني عشان الواحد يعرف في الفتره دي بنتكلم في ايه، ممكن بعد كده الظروف تتغير. بس هي الشركات التركيه موجوده في قطر، وفي شركات امريكيه وفي شركات يابانيه وفي كل الجنسيات موجوده. هل يوجد مشاريع اعاده اعمار في قطر؟ لا اكيد. اعاده اعمار؟ لا، مش اعاده اعمار، مشاريع اعمار ماشي، تمام؟ وبالذات المشاريع الخاصه بالفيفا الكوره. انا ملحق كرويه ما بفهمش حاجه في الكوره، بس في استادات في حاجات زي كده، في المترو، في مدينه اسمها مدينه اللوسيل، في مشاريع المينا، في كذا مشاريع موجوده كتير في قطر الفتره اللي جايه ديت، وفي مشاريع موجوده في الامارات. يعني من ضمن الافكار ان يعني انت تخش ايه اكبر مشاريع موجوده، طب ايه الشركات اللي فازت بالعقد او بتعمل التصميم، وابدا ابعت لها السي في بتاعي. دي فرصه ان انت تعرف ايه الشركات اللي مهتميه بانها تعين ناس جداد، تمام؟ يعني لو في شركه مثلا شغاله وخدت مثلا عقد اكبر برج مثلا في العالم، فاكيد محتاجه ناس وبدور على الناس، ابدا ابعت لها السفات. اهم قطاعات المشاريع اللي شايف في قطر، كل حاجه موجوده، تمام؟ في مشاريع اصلا معقده زي المتحف القومي، شكله رهيب جدا ما ينفعش تعمل غير بتكلة. مساحة القادمين للعمل في قطر كشركات هندسية وليست توظيف. العلاقات اهم حاجة، الموضوع العلاقات دوت، يبقى ليك علاقات كتيرة وتعرف تدخل في الشركات والحاجات دي كلها، دي هتسهل لك كتير جدا. امتى تقرر وانت في الغربة انك ترجع تسافر في مصر؟ في واحد بيقول ما تفكر انك ترجع مصر الا لو مضطر اجباري. طيب، خلينا نتكلم بصدق، يعني ان ربنا يحاسبنا على كل كلمة واحد بيقولها. انا كان في دماغي ان انا اسافر فتره وارجع، وطبعا لو البلد اتحسنت واصبحت افضل من هنا او افضل، يعني اصبحت كويسه، اكيد الواحد يرجع، تمام؟ بس في ظل اللي موجود حاليا صعب. لحد 7/7/2015، لحد ما ربنا رزقني بابني، الصراحه قررت ان انا قدر الامكان، لان الغيب في علم الله، ان انا ما رجعش، لان عايز يعني ابني يربى في مكان افضل. يعني الواحد بيتمنى افضل حاجه لابنه، تمام؟ فانا نفسي بلدي تبقى افضل بلد، ونفسي، وانا ما مسحمش حد يتكلم على مصر اي كلمه، او سواء مصري او مش مصري او خليجي او امريكي، مصر فوق اي حاجه، ما حدش يقدر يغلط فيها لان بلدي. بس هو الوضع الحالي سيء من اكتر من جهه، الالفاظ
المشاكل اللي بتحصل، خطف الاطفال، الحاجات دي كلها. ف يعني ان شاء الله ارجع اكون بلد افضل، غير كده مما صعب يعني، مش عارف فكره وسط ولا لا. بس انا كنت مقرر ان انا اسافر فتره بسيطه وتكون البلد اتحسنت ورجعت، بس البلد فعلا للاسف الظروف الحاليه احنا عاملين فيها حاجات سيئه فصعب. انا مهندس مدني في قطر ومحتاج شغل للمكتب الفني. الفكره كلها ان الواحد بيحاول يتواصل مع كل الشركات، يبع كل يوم لاماكن كتيره جدا، وربنا ييسر ان شاء الله. الشغل موجود كتير، بس هي الفكره كلها ان الواحد يقدر يوصل للشركات ويقدر يعمل سي في كويس. ممكن واحد يعمل سي في، يعني انا زي ما قلت لك في فتره من فترات كان الراجل بتاع الليتش البروكيورمنت فلبيني كان بيقول انت مغرقني سيفيهات، انت عايز تعين شركة كلها مصريين. فالفكرة كلها ان في سيفيهات كتيرة فعلا اول ما الواحد يشوفها بيضطر ان هو يرميها وما يبصش فيها، تمام؟ غلطات كتيرة جدا، وان شاء الله يمكن هتكلم صديق واحد متخصص في الاتش ار يقول لنا الغلطات دي كلها. بس مثلا البروكيورمنت كلهم مش عرب والسيفي ما بقت عربي، فهو اصلا مش هيبص عليه. في حاجات كتيرة بتبقى في السي في غلط خالص، مثلا او واحد مثلا يكتب الايميل بتاعه مش مظبوط، او واحد يبعت الايميل وحطت اتاشمنت للسي في ومش كاتب اي معلومات خالص. ممكن يكون انا في الوظيفة بقول له اكتب لي الرقم ده في عندنا رسالة، هو مش ملتزم بان هو يكتب الرقم، فمعنى كده ان هو لو جه عندي مش هلتزم الحاجات دي فيعمل له مشكلة كتيرة جدا.